السلام عليكم. احنا النهاردة هنتكلم عن برمجة جزء من برمجة الخطوط الخارجية في السنترال ال HTS. لكن اهم حاجة لازم نفتكرها مع بعض دايما ان انا مش محتاج اي سوفت وير خاص عشان ابرمج السنترال ال HTS او ادخل عليه. من مجرد ان انا بحط الـ IP address بتاع السنترال بدخل مباشرة على الـ Web Maintenance Console بتاعه، وان برنامج السنترال ده متعملش باي شكل من الاشكال من خلال اي نوع من انواع العدد، لكن هو لازم عن طريق البي سي. طبعا احنا هنتكلم دلوقتي عن خطوات مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها لما نيجي نبرمج خطوط خارجية في السنترال اتش تي اس. احنا هندخل على سنترال من خلال الاي بي زي ما شوفنا قبل كده 192.168 دوت 1.11. يوزر نيم انستور والباسورد بتاعي لو انا على الديفولت مغيرتوش يبقى 1 2 3 4، لو انا غيرت بحط الباسورد الجديد. بالنسبة للخطوط الخارجية أهم حاجة ناخد بالنا منها إن أنا لو موصل خطوط على السنترال فيزيكالي ماشي مفيش مشكلة، لكن الخط اللي أنا مش موصله فيزيكالي لازم أدخل عليه وأعمله نوت كونكت عشان لما أجي أسحب خطوط بتسعة ما يجينيش خط فاضي. فدي خطوة مهمة جدا، أول حاجة لازم نفكر نعملها أول ما نبدأ برمجة الخطوط الخارجية على السنترال ال HTS. خلينا نفترض إن احنا مركبين تلات خطوط أنالوج فقط على السنترال، فلغينا الخط الرابع وعملناه نوت كونكتد. دلوقتي انا لو ابتديت اعمل 9 عشان اسحب الخط الخارجي هيبتدي السنترال يجيب لي الخط الثالث الثاني الاول زي ما احنا متعودين على الديفولت بتاع سنترال 824 الانالوج. فعشان نتفادى النقطة دي او نغيرها احنا بنخش على السيستم ونروح على سيستم اوبشن وبنختار ان احنا ترتيب يبقى من سيو لاين 1 لسيو لاين 8، يعني يبدأ لما اعمل 9 يجيب لي الخط الاول الثاني الثالث وهكذا. وزي ما شفنا كان الديفولت ان هو يبدأ من 8 وهو ويبتدي ينزل للي قبليه واللي قبليه وهكذا. فدي تاني خطوة مهمة لازم ناخد بالنا منها بالنسبة للخطوط الخارجية. الخطوة التالتة ودي احنا متعودين عليها برضو في الخطوط الخارجية ان احنا بنخلي كل خط في ترانك جروب عشان لو حبيت اخد خط محدد بعمل 801 عشان اجيب الاولاني، 802 عشان اجيب التاني، 803 عشان اجيب الخط التالت. فده معناه ان انا لازم احط كل خط في ترانك جروب لوحده. طبعا كلهم جايين باي ديفولت على ترانك جروب نمبر 1، فاحنا هنغير 2 ونخليه على ترانك جروب 2. ابلاي ابلاي ناو. ونرجع تاني نروح على خط 3 ونخليه على ترانك جروب 3 والابلاي ابلاي ناو. كده ده اهم حاجة بالنسبة لي بالنسبة للخطوط الخارجية ان انا اخلي ترتيب السحب لما اعمل 9 يبدأ 1 2 3، ادي نفسي امكانية سحب خط محدد مش 9 هو بيجيب الخط الفاضي خلاص. لان لو عايز الاول يبقى 801 تاني 802، ده عملناه لما حطينا كل خط في ترانكو جروب لوحده.
وخلينا السنترال يبدأ 9، يبدأ من 1 و2 و3، وكمان لغينا الخط الفاضي اللي فيزيكالي معلهوش حرارة، عشان لما أعمل 9 أو أعمل 804 مثلا أو 801 ما يجيبليش خط فاضي. دي كانت 3 خطوات مهمة جدا بالنسبة لبرمجة الخطوط الخارجية في السنترال ال HTS، اللي مهم جدا نعرف ان هو ما عندوش اوبريتور، يعني ما فيش زيرو تطلب الاوبريتور. زيرو من ضمن الاكواد بتاعة سحب الخط الخارجي. لما نخش على النمبرنج بلان زي ما احنا متعودين، هنلاقي في الفيتشرز عندنا، سوري، في المين عندنا الزيرو في الاكسس الخطوط الخارجية، زي 9 زي 8، لكن مفيش اوبريتور. طيب وانا هسجل ال او جي ام ازاي، وهسجل وهعمل التايم مود هغيره ازاي من داي لنايت للانش؟ هو في 3 مود بس الحقيقة، مش 4 زي بقية ال اي بي في بي اكس اللي احنا متعودين عليهم. وعندنا داي ونايت ولانش، بريك مفيش. هما دول 3 اللي عندي، دول اللي بقدر اغيرهم. المانجر، المانجر دي خاصية هنلاقيها في الاكستنشنز. نبص على الاكستنشنز هنشوف اكستنشنز ايه قدامنا، وادي المانجر 101 enabled كمانجر، و103 برضه enabled، والباقيين لا. يبقى اذا 101 و103 هما اللي هيقدروا يعملوا تايم، يغيروا التايم شيفت ويسجلوا الرسائل بتاعة الفيزا. هم 10 رسائل بالمناسبة، وهيقدر طبعا يعمل بقية الفانكشن بتاعة المانجر اللي احنا متعودين عليها. وعشان اخلي اي حد منهم اي تليفون تاني اقدر اسجل منه الرسائل، لازم اخليه مانجر الاول. فلازم اعمل ايديت الاكستنشن ده واخليه enabled كمانجر من هنا، واعمل apply. ليه هو باي ديفولت عامل 101 و103؟ دي اول حاجة. الحاجة التانية، هل ينفع نسجل الرسائل من عدة سنجل؟ اه ينفع طبعا، مش شرط ابدا ان احط عدة HDV على السنترال، هو مش لازم له ابدا عدة مميزة السنترال ده. كده بقى عندي انا 102 و100 101 و102 و103 enabled كمانجر، فممكن اسجل منهم ال OGM او اعمل منهم تايم سويتش او اعمل ريموت لوك او افتح وهكذا، الحاجات بتاعت الفانكشنز بتاعت الاوبريتور اللي احنا متعودين عليها. هو باي ديفولت مخلي 101 كاول سيت اكستنشن عنده، نخليها مانجر عشان لو وصلنا عده HDV، لكن في الغالب احنا ما بنوصلهاش، لكن هنعتمد على العده السنجل. العده السنجل هتقدر تسجل ال10 رسائل بتوع ال OGM. وبرضو ملاحظة مهمة لازم نعرفها عن السنترال HTS، انه ما ينفعش تعمل له برنامج من اي نوع من انواع العدد، البرنامج فقط هو من الويب مينتنانس كونسول. دي كانت مجموعة حاجات سريعة خاصة بالسنترال عامة وبالCU line حبيت ان احنا نتكلم فيها النهاردة. وطبعا زي ما اتكلمنا قبل كده، احنا الاي بي اللي احنا دخلنا بيه ده بنعرفه من النتورك كونفيجريشن. اهو اي بي موجود في الوان انفورميشن، لان انا موصل من السويتش الموجود عندي في المكان لمدخل الوان في ال HTS. وطبعا هو بياخد اي بي اوتوماتيك، لان انا عامل ديسيبل للدي اتش سي بي في السنترال، فهو بياخد من الدي اتش سي بي بتاعت السويتش بتاعت اللان الموجودة في المكان اللي احنا فيه. دي كانت جزئية بتاعت الاي بي ده كان سببه ايه، موجود هنا ليه، يعني اخترناه ليه، دخلنا بيه ليه. وعشان نعرفه طبعا للمرة الاولى، طبعا لازم نخش بالكابل من بي سي مباشرة لللان 1، ونخش بالديفولت اي بي ادريس اللي هو 192.168.0.101،
ونخش على النتورك كونفيجريشن هنعرف ده خلاص. هنفصل بقى الكابل بتاع اللان بتاع اللان واحد وهندخل وايرلس او بكابل لو انا متوصل على السويتش بتاعت اللان او عند العميل في اي مكان. بعد ما عرفت الاي بي ادرس السويتش بتاع المكان اداهوله اوتوماتيك للسنترال اللي هو الموجود قدامنا ده.